عملت نوز كونتور بقلم الحواجب، يلا نعمل زيها. يلا نجرب اللي هي عملته. انا عندي قلم الحواجب ده من ميك اب ريفولوشن، هو بالظبط بالظبط نفس التيب. اكيد طبعا الخطين مش متساويين لان انا ايدي بتترعش يهدوا الام اس. هدخن الخط من هنا شوية كده، اهو مش عايزة اعمل حاجة اكتر من كده. معايا فرشة زي اللي هي استخدمتها فلات بس دنس شوية، فيلا نجرب. على فكرة يعني هتكون تحفة لو اتورك. بصراحة حلوة يعني زي اي كونتور كريمي، ولو حبيت ازود اقدر ازود. هعمل الميك اب بتاعي وارجع لكم لما اخلص. وده كده بعد ما خلصت الميك اب، ايه رأيكم؟ انا شايفة ان هو حلو جدا واوبشن حلو جدا وهيسهل عليكي كونتور المناخير، بس طبعا الديبينز على الكواليتي بتاعت قلم الحواجب عشان ما يكونش حاجة ممكن تسيح الميك اب. انا عجباني، قولولي رأيكم بقى في الكومنتس، وعايزيني اجرب ايه تاني.